كرار شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله بخير. شنو المبادرة اللي سويتها اليوم؟ والله اللاعب علي الحمادي من هداني درس فكرت اني ببالي قلت اني ليش ما اهدي رابطة المنتخب العراقي درسات او تيشرتات اي بها مكتوب عليها شعار المنتخب. ايه زين احمد كباتن، الحمد لله صارت. احمد الكباتن يسلمون على علاء، مو بس ارجع لداود، علاء واسعد السعدي. علاء واسعد السعدي سلمنا على علاء وبوسنا اياه من راسه وقول له شكرا اليك وارجع وياه. خليه يحكي بعد، اعطيه مجال خليه يحكي. كرار اسمه. اي كرار، وحده من القصص واحدة من القصص الجميلة والكبيرة في هذه البطولة. ارجع وياه احمد اللي جا من بلجيكا، صح؟ اللي جا من بلجيكا مع والده. خلي اجيب والده شوي، خلي اسمع والده. ابو كرار تعال شوي، اللي جاي تعال. مساك الله بالخير، وانا احييك على هذا الانسان اللطيف اللي سوى مبادرة اليوم جدا مهمة لدعم المنتخب الوطني. هو دعم رابطة مشجعي المنتخب الوطني. المنتخب الوطني دائما يرفع راسنا هو بالنتائج اللي يقومها، بس هو اليوم فكر انه اديني بالفكره من البدايه شلون صارت بالاتفاق مع ابو ثامر استاذ اسعد الرادي، انه علي حمادي هداله دريس للمنتخب، ففكر يفرح رابطه مشجعي المنتخب، مو بس هو يمتلك دريس، فقال بابا ليش ما نسوي لهم مثل ما كنا ببلجيكا، نعمل مساعدات من قبل الدراسات مال المنتخب العراقي ما موجوده، وتعرف انت مره مرتين سال الوعيب قالوا له بنزهه، قالوا احنا ناخذ من باب الشرجي، فضحك. احنا الشركه جاكو وقتها هنا ماكو، ففكرنا الصبح اليوم قلنا خلينا نفرح رابطه المشجعين. من الصبح استاذ اسعد قال لي خل نروح، رحنا قمنا بواجبنا، انه واقل من واجبنا هذا انه كرار قال خل اساعدهم انا افرحهم، سوى تي شيرت ومثل هذا اللابسي انا واستاذ اسعد وكاسكيته. بس من فلوس الخاصه مو من يمك. انا ما معه، هو فلوس الخاصه. انا المعلومه اللي عندي هو تبرع ب $1,000 تقريبا. هو فلوسه، هو فلوسه يفرح العالم، هو يحب يفرح الجماهير كلهم. المعلومه اللي عندي انت دائما تاخذ كل مباريات المنتخب كل مكان. قرار داعم للمنتخب دائما وياهم باي دوله كانت، حتى الاولمبي كذلك، ويا راضي شنيشل ويا جماعتنا الخط الاول يروح وياهم، يحب كاساس كلش يحبه يعني المندي.